واشنطن تصنف ما يسمى بتنظيم سرايا المختار منظمة إرهابية. الولايات المتحدة أكدت أن التنظيم الإرهابي يتلقى دعما ماليا ولوجستيا من الحرس الثوري الإيراني، وأنها تتمركز في البحرين وترتكب أعمالا إرهابية بهدف تمهيد الطريق لإيران لممارسة نفوذ أكبر في المملكة الخليجية. وزارة الخارجية البحرينية رحبت بقرار الولايات المتحدة تصنيف ما تسمى سرايا المختار منظمة إرهابية عالمية باعتبارها تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم، مؤكدة أنها خطوة مهمة لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله. وقد دعمت إيران الإرهابيين والمتطرفين في البحرين بالأسلحة والمتفجرات والتدريب والتحرير. تعود قصة تنظيم سرايا المختار إلى عام 2011، حيث شهدت المملكة الخليجية محاولات لزعزعة استقرارها عبر مجموعات تخريبية قالت الحكومة البحرينية إنها مدعومة من إيران وقطر. 2011 كانت شيء لم تشهده البحرين من قبل، كان في تدخل خارجي في المقام الأول، التدخل لإيران بدعم دولة خليجية اللي هي قطر لقلب نظام البلد. في تلك الفترة العصيبة من تاريخ البحرين شهدت البلاد أعمالا تخريبية واسعة النطاق ونشطت مجموعات إرهابية كان أبرزها تنظيم سرايا المختار الذي ارتكب العديد من الأعمال الإرهابية بهدف قلب نظام الحكم ونشر الفوضى في البلاد. لم يكن تنظيم سرايا المختار هو الوحيد الذي تدعمه إيران في البحرين، بل دعمت تنظيمات تتخذ أسماء مختلفة مثل سرايا الأشتر وسرايا المقاومة الشعبية وطلائع التغيير. وقد تبنت هذه التنظيمات كل العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في البحرين، وتتبنى هذه التنظيمات النهج المسلح وتهدف بشكل رئيسي لإسقاط نظام الحكم. تلك التنظيمات سبق أن صنفتها الدول العربية على قائمة الإرهاب بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في البحرين. وبحسب الحكومة البحرينية لم تكن إيران فقط هي من تدعم تلك التنظيمات، بل كانت قطر متورطة أيضا في دعم بعض تلك التنظيمات الإرهابية الطائفية، وهو ما أدانته البحرين آنذاك. وقد كانت بلادي هدفا لمخططات قطر التي لا تقتصر على ما حدث خلال عام 2011 وما وفرته من دعم مالي وإعلامي ولوجستي لأعمال العنف والإرهاب، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، حيث تكررت اعتداءات قطر عبر التاريخ على جيرانها. دعمت الدول العربية مملكة البحرين لتتجاوز محاولات الفوضى والتخريب التي شهدتها البلاد عام 2011. في المقابل تآمرت قطر على مملكة البحرين لزعزعة استقرارها، وهو ما شكل مرحلة مفصلية في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر، وكان أحد أسباب المقاطعة العربية للدوحة. تلك المقاطعة التي أعلنت أن أحد أهم أهدافها هو الوقوف بحزم في وجه محاولات الدوحة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة. فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 أن تستمر في نهجها.